وانطلقت الآن الجياد في شوطها الأول من هذا الحفل السنوي الكبير على كأس المؤسس كأس جلالة الملك عبد العزيز طيب الله ثراه. وهذا الشوط الأول على جائزة الأمير محمد بن عبد الرحمن بن فيصل الله السعود يرحمه الله، أحد الرواد الذين دخلوا الرياض مع الملك عبد العزيز طيب الله ثراه. وبداية العراب من الخارج يتقدم للصدارة، طواري في الوصافة، ولد جزيرة في المركز الثالث، والوثاق في المركز الرابع، وذفاف في المركز الخامس. وأيضا تقدم الآن للجياد مع بداية هذا الشوط، والعراب في المركز الأول متقدم الآن بطول عن صاحب المركز الثاني طواري من الخارج الذي يتقدم الآن. أيضا المركز الثالث لولد الجزيرة، الرابع للوثاق، والخامس لذفاف أيضا من الخارج. روح روح يحاول أن يتقدم، وأيضا غلا ريم، والصدارة للجواد العراب ينافسها أيضا طواري، أو تنافس طواري الآن في المركز الثاني. الوثاق من الخارج في المركز الثالث، ومن الداخل أيضا نشاهد ولد الجزيرة وأيضا روشانة، وأيضا هناك على ما يبدو تراجع لذفاف. ذفاف يتراجع، لا حول ولا قوة إلا بالله، إذن ينسحب من السباق ذفاف. والصدارة للعراب، العراب في المركز الأول، العراب متصدر، ومحاولات الآن من الوثاق للتقدم. الوثاق بالفعل للمركز الثاني، طوار المركز الثالث، ولد الجزيرة في المركز الرابع، والصدارة للعراب. الآن يتقدم الوثاق مع اقتراب الجياد من المنعطف الأخير لها في هذا الشوط، وأيضا ألاحظ تقدم لبقية الجياد. شاهد أيضا روشانا تحاول أن تتقدم في هذه الأثناء، وأيضا شوغان، والوثاق ما شاء الله ينفرد بالصدارة في المركز الأول. الوثاق يتقدم الآن، وعمر جبرتوراموس في الصدارة، ودخول قوي أيضا من ولد الجزيرة في المركز الثاني، والوثاق ما شاء الله منفرد بالصدارة، ومحاولات أيضا من ولد شبلة في المركز الثالث، والوثاق متصدر ما شاء الله لا قوة إلا بالله في المركز أول الوثاق، ويصل إلى خط النهاية فوزا بالمركز الأول. ألف مبروك. إذن الوثاق ابن الفحل أبريمونت والأم برافيت داون.